لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدث روحك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم في قضيه شائكه جدا، وهي قضيه تسجيل الاراضي التي تم تغيير نشاطها من النشاط الزراعي الى النشاط العمراني. خلي بال حضراتكم بسبب هذه القضيه الدوله بيضيع عليها يوميا مليارات الجنيهات، ايضا هناك الالاف من المواطنين حقوقهم بتضيع حرفيا. المشرع المصري أناط بالسيد الرئيس استصدار القرارات الجمهورية بالأراضي التي يمكن استغلالها للنشاط العمراني، وجهة الولاية هي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ده طبعا بعد عرض الوزير المختص لهذه الأراضي وموافقة مجلس الوزراء. وحذر المشرع المصري تغيير نشاط هذه الأراضي لأي سبب من الأسباب، يعني الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي تستمر نشاط زراعي، والأراضي المخصصة للتوسع العمراني تستمر كتوسعات عمرانية، يعني لإقامة المجتمعات الجديدة. ولكن أجاز المشرع للسيد رئيس الجمهورية استصدار قرارات جمهورية بنقل الولاية من جهة لجهة وتغيير النشاط، يعني ممكن تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط عمراني بتغيير جهة الولاية، ولكن بقرار جمهوري وبموافقة رئيس الوزراء وبعرض من الوزير المختص صاحب الولاية اللي بينقل الأرض لجهة ولاية أخرى. يعني الوزير موافق على نقل الولاية من أرضه كنشاط زراعي إلى نشاط عمراني، أو العكس من نشاط عمراني إلى نشاط زراعي. اللي أنا عايز أتكلم عليه هو نقل الولاية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية. أنا صاحب أرض ولم أنتهي من تسجيل هذه الأرض، وبالتالي أنا لا أمتلك الأرض اللي أنا شغال عليها بقالي 20 و30 سنة، ولكن لم يصدر قرار بملكية هذه الأرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. أنا ملتزم وبسدد أقساطي بالكامل للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولكن صدر قرار جمهوري بنقل تبعية المنطقة اللي أرضي فيها لجهة ولاية أخرى هي هيئة المجتمعات العمرانية. المهم إن أنا كصاحب أرض بروح إلى الجهة اللي تعاقدت معها وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستكمال سداد أقساط الأرض. أفاجأ بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بترفض استلام أقساط الأرض، وبتقول لي إحنا النهاردة مش جهة ولاية، جهة الولاية هي هيئة المجتمعات العمرانية، لو سمحت توجه ليها وكمل أقساط أرضك معها. طبعاً ده قرار جمهوري ولا يمكن مخالفته، فبتوجه على الفور كصاحب أرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لو سمحت يا جماعة أنا قسط الأرض بتاعي 100 جنيه، بسلم القسط. طبعا هيئة المجتمعات العمرانية ترفض رفضا قاطعا استلام القسط، وبتقول إحنا مش جهة أو طرف في هذا التعاقد ما بين حضرتك وما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبالتالي خسرت الدولة إقساط الأراضي اللي هي أصلاً مملوكة للدولة، وأنا كمواطن خسرت حقوقي في تملك هذه
الأرض. خليني أقول حاجة بوضوح شديد جدا، أنا ناقشت هذه القضية مع السيد المستشار عيد البيومي، وهو أحد فقهاء القانون وأحد الخبراء المميزين بصفته كمستشار قانوني للسيد وزير الزراعة. قلت له ما هو الحل في هذه القضية؟ كان الحديث واضح ومحدد. أنا عايز أنقل لحضراتكم نص الحديث اللي قاله السيد المستشار عيد البيومي. هو قال: ملكية العقارات لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم إلا بإتمام التسجيل، فلا يعد ذوي الشأن ملاك للعقار إلا بالتسجيل. ولكن أوضح شيء شديد الأهمية، وهو أن العقد ما بين البائع والمشتري، المشتري هو حضرتك كصاحب للأرض، والبائع هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. العقد ده معترف به سواء في الفقه أو القضاء، لأن هذا العقد تم بالتراضي ما بين الأطراف، وبالتالي يحق لكل مشتري لهذه الأرض استكمال سداد أقساطه والحصول على هذه الأرض. يعني المستشار عيد البيومي بيؤكد على أهمية التسجيل لهذه الأراضي، ولكن أوضح شيء مهم جدا، أن هناك استقرار في كل الفقه والقضاء والإفتاء على أن عقد بيع العقار غير المسجل لا يزال بائعاً منتجاً لجميع آثار البيع عدا نقل الملكية، لأنه عقد تراضى به الطرفين البائع والمشتري، ويكون البائع ملتزم بنقل الملكية للمشتري، والذي يلتزم بدوره بسداد الثمن والمصروفات وتسليم المبيع. يعني جميع الحقوق تنتقل إلى الشاري لهذا العقار أو الأرض ما عدا الملكية. يعني باختصار، كل الإجراءات التي تتبعها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأيضاً هيئة المجتمعات العمرانية إزاء تسجيل هذه الأراضي هي مخالفة تماماً للقانون والدستور. من حقي طالما تم نقل ولاية الأرض بتاعتي من جهة لجهة إن الجهة التانية تكون جاهزة بقوانين لتملك هذه الأرض. أنا راجل ملتزم وبسدد حقوق الدولة، مش ذنبي إن صدر قرار جمهوري حاسم للجميع بنقل الولاية من جهة لأخرى. طيب إيه الحلول الذي يجب أن نتبعها على الفور للحصول على مستحقات الدولة؟ مفيش حد بيسدد الأقساط في كل الأراضي اللي تم تغيير نشاطها من الزراعي إلى العمراني، وأيضاً لازم الناس تاخد حقها وتتملك أراضيها. الحل الوحيد هو لجنة أو هيئة تجمع ما بين هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية الجديدة، وأيضاً هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية القديمة على هذه الأراضي واللي تعاقدت مع المستغلين لهذه الأراضي، وأيضاً مصلحة الشهر العقاري. حضراتكم تقعدوا مع بعض وتلاقوا لنا حلول، هاتوا لنا دستور للتعامل على هذه الأراضي، واللي تقولوا عليه احنا موافقين كأصحاب الأراضي، احنا عايزين نسدد حقوق الدولة، ولكن أن تضيع حقوق الدولة ويضيع حقوقنا فهو أمر غير مقبول على الإطلاق. مشكلة تسجيل الأراضي اللي تم تغيير ولايتها من أراضي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى أراضي هيئة المجتمعات العمرانية تبحث عن حل، والحل الوحيد هو جلوس جميع الأطراف لإيجاد دستور لتملك هذه الأراضي وتسجيلها. ده شيء مهم جدا، إحنا دولة قانون، دولة دستور، دولة تعي كيف يمكن حفظ حقوق الأفراد. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان يرصد نجاح الدكتور عبدالله منصور ميخائيل استشاري النساء والولادة في إنقاذ أرضه المزروعة بالجوافة من انهيار الإنتاجية بسبب أمراض النيماتودة وملوحة التربة وتحويلها إلى مزرعة حيوية تنتج الجوافة والليمون. فريق الجدعان في أول محطة في مصر لانتزاع أشواك التين الشوكي، والذي أسسه أسامة حسن خبير زراعة التين الشوكي، وذلك للتغلب على واحدة من أهم مشكلات تسويق فاكهة التين الشوكي وعدم تصديره إلى مختلف أسواق العالم. دا
دلوقتي مع حضراتكم هنزور محافظة الشرقية، هنقابل الدكتور عبد الله منصور استشاري النساء والولادة، هذا الطبيب الفذ اللي قضى 37 سنة من عمره في محافظة أسوان، عاد إلى مسقط رأسه في محافظة الشرقية واشترى 3 أفدنة، الثلاث أفدنة كان بيأجرهم وكلهم مزروعين بالجوافة، طبعاً انهارت إنتاجية الأرض بالكامل ولذا قرر أن يتفرغ لها تماماً وأن يزرعها بالنظم الحيوية. أنا عايز حضراتكم تشوفوا أشجار الدكتور عبد الله منصور، حاجة تفرح بجد، خليكم معانا. اللي قدام حضراتكم ده حال مزرعة جوافة على مساحة 3 أفدنة في محافظة الشرقية، الشجر ناشف تقريباً والإنتاج غير اقتصادي نهائياً، وواضح على الشجر أعراض مرض النماتود القاتل لشجر الجوافة، شيء يحزن بجد. صاحب الأرض دي هو الدكتور عبد الله منصور ميخائيل، استشاري النساء والولادة، 37 سنة بيمارس مهنته كطبيب في أسوان، ولكن طول عمره بيحب الزراعة، أو بحكم النشأة في قلب قرية كفر الدير بمنيا القمح، الزراعة في دمه، لكن انشغاله الدائم خلاه يأجر مزرعة الجوافة، ودي كانت بداية الانهيار. الدكتور عبد الله منصور استشاري النساء والولادة قرر انه يرجع الحياة لأشجار الجوافة من جديد بعد لما زارها وشاف حالها المحزن. وخلي بال حضراتكم، الشجر زينا بالظبط، لما بيفرح بيبان عليه بسرعة، ولما بيحزن بتكون مهمة اسعاده صعبة جدا. ومن هنا ولانه طبيب وفاهم خطورة الاسراف في التسميد ومكافحة الافات الزراعية، اعتمد على التسميد الحيوي بمركب النوفا بلس ومكافحة الآفات بمركب النوفا كي الحيوي. طبعا الدكتور عبد الله منصور التزم بشدة بالجرعات اللي حددها لي الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ أمراض النبات والزراعة الحيوية بجامعة السادات، والنتيجة زي ما حضراتكم شايفين، الشجر في منتهى السعادة وإنتاجيته اتضعفت، والفروع ريحت على الأرض من تقل سمار الجوافة، وكل ده في 4 شهور تقريباً. تعالوا في البداية نقابل الدكتور عبد الله منصور استشاري أمراض النساء والولادة وصاحب مزرعة الجوافة بالشرقية عشان تعرفوا منه تفاصيل عملية الإنقاذ. كان الوضع عامل زي دكتور؟ كان متهالك، أرض شبه ميت. ووصلها لكده إزاي المستأجر ده؟ هو ما كانش مهتمين، ما كانش يعني المبدأ العام إنها مش بتاعته، كان مستأجر وهياخد وقت ويمشي. وكانت بتنتج زمان انتاجات كويسة ولا كانت لسه في البشاير بتاعتها؟ البشاير دلوقتي دي لسه دي ربع سنة، أول ربع سنة معناها السنة اللي فاتت، والأرض كانت ضعيفة، ما كانش بالقوة دي والفخامة دي يعني خالص. فعلا الأسمدة دي مختلفة خالص، مختلفة فعلا في الشكل والنوع، والنوع كمان. عملت يا دكتور عشان توصل للمرحلة دي؟ الله أكبر، شجرة شكلها يفرح. بدأت أخذ المعلومات بالضبط والبروتوكول مع الدكتور محمد، هعمل إيه في الحالة دي. بدأنا البروتوكول بالتحليل، خدنا عينات من أماكن مختلفة في الأرض وديناها مركز البحوث، عملنا تحليل الأرض تربة، ورحت بيها للدكتور محمد. تمام. وعلى ضوء التحليل التربة خدنا الكميات اللي هو قالها الدكتور محمد على الأرض. بدأنا 3 مرات نسقي الأرض ب4 جراكن نوفا بلس. نوفا بلس ده استمر بقاله قد إيه؟ من شهر كام؟ بدأنا من شهر 3، في نص 3 بالظبط. بدأنا لحد دلوقتي. اتقلب حال الأرض بالشكل ده؟ طبعا ده اختلاف. تتذكر آخر إنتاجية دكتور جبتها دي من هنا؟ السنة اللي فاتت بيعنا الفدان بحوالي 5-6 طن. 5-6 طن. المؤشرات السنة دي حضرتك تتوقع قد إيه خبرتك؟ قدها 4 مرات أو 3 مرات المرة اللي فاتت. يعني حوالي 15 طن 16 طن؟ الفدان المزارعين اللي حواليك يا دكتور واللي انا فاهمه هنا ان حضرتك كبرهم، بتقول لهم ايه؟ بقول لهم الاسمده البيولوجيه الحيويه افخم بكتير من الاسمده الكيماويه. دي بنتائج افضل وفي نفس الوقت صحيه، هذا يكفي ان احنا ناكل اكل صحي لنا ولاولادنا. وتكلفتها يا دكتور؟ لا، التكلفه اقل من الكيماويه بصراحه. انت عارف يا دكتور ان الارض بتاعتك ما فيهاش ذروه فاكهه؟ لا ما فيهاش، ما هي فخمه قوي، عشان كده موجع بيها قوي. دي الفايدة أكتر برضه. حتى بقول دكتور محمد لو انتصرنا على الذبابة يبقى نجحنا كل النجاح. دلوقتي هنقابل الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ أمراض النبات بمعهد الهندسة الوراثية في جامعة السادات عشان نفهم منه إزاي الجوافة اتضعفت إنتاجيتها وإيه تأثير المركبات الحيوية على الأشجار. الصور كانت سيئة أوي للأرض دي.
في الفيديوهات كانت مخيفة، إن الشجر كيف تعثر إلى هذه الدرجة، إزاي الإنتاجية انهارت لهذه الدرجة. النهاردة ما شاء الله إحنا شايفين شجر يفرح إنتاجية، الفدان الواحد ممكن يعدل 15 و16 طن من 5 و6 طن. الحمد لله. طيب ده اتحقق إزاي؟ وفهمنا يا دكتور معلش يعني يعني ايه زراعه حيويه، فهمنا يعني ايه النوفا بلس والنوفا كي، جواهم في ايه اللي بيعملوه في الشجره عشان تبقى بالمنظر ده. خليني اقول لك ايه التوصيف اللي في الارض هنا. احنا عملنا تحليل التربه وميه الارض دي، كان يهمني اكتر التربه، ان هو بير اوريدي ميه بحاري ميه نيل يعني، بس التربه لما بعتنا فريق الدعم الفني بتاعنا وخدنا عينات من التربه، كانت التربه تتعدى 3200 جزء في مليون بي بي ام. دي رقم كبير جدا شدة الملوحة، دي رقم كبير جدا في أرض دلتا، مشكلة كبيرة جدا. حالة الشجر كانت توصل مثلا لحوالي 20-25% كفاءة، ده التقرير الفني اللي عرض عليه يعني. فبدينا بثلاث ريات ورا بعض، بين الرية والرية 12 يوم، ومتوسط الفدان 4 جراكن نوفا بلس يعني 80 لتر في الرية على 200 لتر مية. بعد 40 يوم الشجر يتغير بنسبة ما يقرب من 60-70%. فعندنا خطة رش ورقي وخطة جرعة منشطة أرضي تاني. الجوافة عندنا هنا في مصر من الأشجار تتحمل الملوحة، بس تحمل واحد 1200-1400 يعني نص ملوحة اللي عاملها الدكتور عبدالله. التانية هي أشجار حساسة جدا لست أفات أو ست أمراض كبار، حساسة جدا للنيماتودة عقد الجذور، فهو عنده مونوجين إنكوينيتا نوع معين من النيماتودة سبيشيش خطر جدا، ورجع لممارسات زراعية خاطئة كان بيحمل خضار على الجوافة دي. دي واحدة. التانية عنده أعفان جذور عزلنا في وزارة من عنده، فأرضي من ضمن المشاكل الكبيرة. التالتة إحنا عندنا إيشو كبير قوي في الثمار زي دي كده، أو زغانم الثمار زي دي، خلينا أقول لك كده أهي كده دي كده الثمار زي دي، المفروض إن إحنا هنبيعها بعد حوالي 40-45 يوم، شهر ونص من النهاردة، لو إحنا ما حفظناش عليها من ذبابة الفاكهة، ودي أخطر آفة للجوافة في الشجر، ودي ممكن توقع أي مزرعة. إن إحنا عندنا رش متتالي من النوفاكي عشان نحمي الثمره دي تكون جامده قوي زي ما حضرتك بتعمل، مش ده بصعوبه قوي كده، ويحافظ ده على الكلاستر بتاع الثمار اللي موجود ده. اتحركنا مع الدكتور محمد فتحي سالم استاذ امراض النبات بمعهد الهندسه الوراثيه في جامعه السادات، وشفنا الاشجار بجد كانت تفرح. دلوقتي هنكمل كلامنا مع الدكتور محمد فتحي سالم وهنناقشه في قضيه تسجيل المركبات الحيويه. الشجر شكله يفرح. الراجل صاحب الارض دكتور طبيب بشري وقال أن السبب الرئيسي هو استخدام صحيح ومقنن للنوفا بلس والنوفا كي، سواء للتسميد أو الرش الورق لمكافحة الأفات. طب إزاي ده بيحصل؟ إزاي شجرة ورقها محروق، خشبها واقع، فيها تصمغ، فيها مليون مشكلة، في ملوحة في التربة، ومع ذلك مجرد ما نحط البكتيريا النافعة يحصل هذا التحول وهذا الإنتاج؟ إزاي؟ بالجاز خالص عندنا اتنين ميكانيزم كبار بيحصلوا في التربه. احنا بنعمل حاجه اسمها بايوديفيرسي انهانسمنت، العالم كله بيتكلم عليها مش مصر بس، ان احنا نخلي التربه دي يبقى فيها اسراء يعني غنى يعني بالميكروبات النافعه او البنفيشال ميكروبس بجرعات عاليه جدا، وهي اللي تجابه الكائنات الباثوجينيك او الممرضه في التربه. ده الميكانيزم الاولاني. الميكانيزم الثانيه ودي المهمه قوي، ان بنعمل حاجه اسمها رايزوسفير بايو انجينيرنج. رايزوسفير او غانم يعني الميكروبات المحيطه بالمجموع الجذري بس، وبايو انجينيرنج نعمل لها هندسه حيويه. المفروض ان بعد ما نعمل الاثنين ميكانيزم دول الشجر يبان زي ما حضرتك شايف كده ورايا كده، الورقه تلمع جدا، الثمره تلمع جدا بحيويه عاليه قوي، فبالتالي ما يجيش اصابه ذبابه الفاكهه. ده بيفسر في الاخر رايحين ليه ان النبات ده بقى عنده جهاز مناعي قوي. يعني اسالك سؤال يا دكتور، ده علم في العالم كله تمام صح؟ اكيد في مركبات مماثله في العالم تمام. ولا النوفا بلس ابتكار مصري 100%؟ مفيش منه في العالم. هو ابتكار 100% مصري، ولكن في مركبات مماثله. في العالم كله مركبات مماثله يعني، المركبات دي متعرف عليها في العالم. في خليني اقول لك حاجه مهمه قوي ومصر لازم تنتبه ليها. في اتفاقيه مصر مضت عليها اسمها اتفاقيه كارتاجينا. اتفاقيه كارتاجينا دي العالم كله مجمع ان ما ينفعش اجيب كائنات من استراليا احقنها في مصر، كائنات من مصر تروح كندا، كانت من امريكا تروح اليابان، ممنوع تستخدم كانت لازم البلد. كانت حيه بلدك انت. طب اسالك سؤال بقى، اتفضل. يعني لغايه النهارده في ورقه متداوله بتقول ان جهاز او مركبات النوفا بلس والنوفا كي هي مركبات لصحه الحيوان تمام، هي اضافات على فايده تمام. ممكن افهم الموضوع ده بقى بوضوح؟ وده لاول مره حضرتك تتكلم في النقطه دي. وانا بناشد من هنا الرئيس السيسي راسا بسبب السؤال بتاع حضرتك ده. احنا عندنا قانون اسمه قانون الزراعه الحيويه،
صدر من حوالي سنة ونص، ولغاية دلوقتي احنا بنعاني اشد المعاناة في تسجيل مركبنا مخصب حيوي. اضطرينا نروح نسجله منشط نمو في وزارة الزراعة في معهد بحوث تغذية الحيوان ومعهد بحوث الأراضي والمياه، منشط نمو، منشط نمو ميكروبي، لان هو اسمدة حيوية ميكروبية، على شرط ان في قانون صدر من سنة 64 ولغاية النهاردة موجود. القانون ده في فقرة هيه منه تقول ان كل الطحالب البحرية وكل الكائنات الحية لا تسجل سماد لانها منتجات طبيعية. لغاية النهاردة القانون ده موجود، اسمه قانون 84. بس من هنا انا بناشد الرئيس سيسي، انا بقالي يا فندم ما يقرب من حوالي 10 سنين عندي معاناة في وزارة الزراعة. احنا لو في دولة بتحترم العلم بالانجازات اللي موجودة دي، ان الجوافة بقاش فيها ذرة مبيد، بقاش فيها ذرة كيماوي، بقاش فيها يوريا نترات، ونعمل الكميات الجوافة كلها تصدى لأوروبا بمعايير أوروبية، وفي عالم مصري بيكافح للسوق المحلي، محتاجينه للسوق المحلي، حق المواطن في مصر أو أسغاني ياكل أكل صحي. الرئيس سيسي له خطبة 18 دقيقة قال من حق المواطن المصري ياكل أكل أورجانيك زي المواطن الأوروبي. تانية مهمة قوي الناس تعرف كده، لما بقول لحضرتك تكاليف الزراعة الحيوية اللي احنا حضرتك عاملينها، اقسم بالله وزغاني احنا 60% من تكاليف الزراعة الكيماوية. اقسم بالله انا تعهد للرئيس سيسي اكتفازاتي من قمح في سنة واحدة. اقسم لك بالله انا تعهد انا والدكتور زكريا حداد وتيم بحثي محترم جدا، تحقيق اكتفازاتي من دور الصفرة، تحقيق اكتفازاتي من فول الصويا في نفس الارض دي. بس طرق الزراعة يا فندم مختلفة مش تقليدية. دكتور، هو في دعم للبحث العلمي في مصر؟ يعني حضرتك دكتور في جامعة محترمة جدا يشهد لها بالكفاءة، معاك فريق علم محترم، طب هذا التعاون من يدعمه؟ احنا من جيوبنا كباحثين ولا في دولة بتدعم؟ عايز اعرف. انا بدعم بحوثي لحسابي انا الشخصي فوق 200,000 جنيه في السنة. وفين وزارة التعليم العالي؟ ولا مفيش دعم. الدعم اللي بيجينا موجود، ممكن اقدم على مشروعات بحثية جوه الأكاديمية وناخد منها مشروعات بحثية، بس بتكلم دعم البحث العلمي في الجامعات قد يكون قليل جدا نصنج. يعني من شهود وقعت انهيار أشجار الجوافة ورجوعها للإنتاج بقوة من خلال المركبات الحيوية، المزارع زكي ميخائيل، وبالمناسبة هو اللي بيوجه كل المزارعين لاستخدام المركبات الحيوية النهاردة. قلت لي عيلة أبو مسيح بالكامل عبارة عن 70 فدان، بنزرع موالح، بنزرع جوافة، بنزرع محاصيل حقلية. من السنة الجاية هتشتغلوا ازاي؟ هتسمدوا الارض ازاي؟ هتكافحوا الافات ازاي؟ بس حضرتك احنا كنا بنجرب الاول مع الدكتور عبدالله، وكلنا واقفين بنبص نشوف النتيجه. النتيجه طلعت مبهره، في ارض بقالها 30 سنه معهم اجر كويس، رز، غله. الاورجانيك ده انا اول مره اسمع عنه، واول مره اشوف نتيجته بالطريقه دي المبهره دي. اول مره اسمع عنه واول مره اشوف نتيجته. فنصيحه مني انا، نصيحه مني انا عشان خاطر الناس اصلا التعبانه اللي بيجيلها سرطان واللي يجيله قلب واللي يجيله ضغط واللي يجيله سكر، الاورجانيك عايزين حملات توعيه من الراجل ده اللي هو صاحب مشروع الاورجانيك، ينزل الكره يجتمع بالفلاحين ويشرح. وفي فلاح في حاجات يعني ايه الفلاح ما يقدرش عليها. الفلاح ممكن يروح يجيب يشتري الكيماوي على الحيازه، يستلفها من واحد صاحبه على ما يجيب كيماويه يا ربنا يطلع المحصول، تبقى تكلفه على الفلاح ما يقدرش يجيبها كويس، ما يقدرش يجيب الاورجانيك. هو يقول له انا همدك باللي انت عايزه واخد منك محصولك، او في المحصول ابقى اخد فلوس. يا ريت يا ريت كده فعلا يبقى وقف جنب الفلاح، وقف جنب انتاج الناس، وقف جنب علاج الناس. الدكتور زكريا الحداد استاذ النظم الزراعيه والحيويه بكليه الزراعه جامعه بنها، كان بيزور معانا ارض الدكتور عبد الله منصور استشاري النساء والولاده، هيوضح لحضراتكم دلوقتي اهميه الزراعه الحيويه. حضرتك شاهد النهارده معانا على ارض مزروعه بالجوافه، كانت متهالكه تماما وتحولت خلال اشهر قليله جدا بالاسمده الحيويه ومكافحه الافات حيويا الى ارض نقدر نقول انها منتجه، تقدر تضيف للانتاج المحلي من الجوافه، نقدر نصدر منها، نقدر ننزل منها السوق المحلي جوافه امنه. ايه راي حضرتك يا دكتور، تقييمك للتجربه؟ بس انا عاوز اقول لحضرتك ان انا شاهدت مزارع كثيره جدا يعني في كل المحاصيل مزروعه بهذا الاسلوب الجميل، واحنا يهمنا ان هذا كله يعمم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. اذا ده تم هنستغنى عن الطب الوقائي في وزاره الصحه، لان يعني مش هيبقى فيه اي نوع من الامراض هتنتشر بين الناس. هذا النظام بيتميز بحاجتين اتنين مهمين جدا، انك تطلع غذاء امن تكلفته اقل وكميات كبيره وكميات اعلى يعني وبعدين عايز اقول لحضرتك اي ثمره
مزروعه بالشكل ده تلاقي نسبه الميه اللي فيها اقل من الثمار المعموله بالكيماوي، يعني الماده الصلبه هنا اكتر ب 20% من الاسمده الكيماويه. دكتور زكريا الحداد، كنا صورنا مع حضرتك تجربه مهمه جدا في زراعه الذره الصفراء. وقلنا ان انتاجيتها تفوق الانتاجيه اللي بتحصل في مصر. مصر هنا المزارع بيجيب 4-5 طن بالكتير، ده لو مزارع شاطر جدا. النتائج يا دكتور، عايز اعرف النتائج بتاعتنا ايه؟ احنا في هذا النظام بنحصل على نفس الكثافه النباتيه اللي المزارع او اللي بتقول عليها وزاره الزراعه. وزاره الزراعه بتقول ازرع على 70 سنتي والمسافه بين البذر والبذر على الخط 20 سنتي، يبقى كده هيبقى عندك تقريبا 28,000 نبات في الفدان. احنا عملنا ايه بقى؟ احنا جمعنا التكنولوجيات اللي بتزود انتاجيه زراعه الذره، حصرناها لانها اربع حاجات. اول حاجه انك انت تعمل تمهيد جيد للبذره وتزرع بالالات، ما تزرعش بايدك، وبعدين تسمي تسميد حيوي ما تسميتش كماوي عشان الافلاتاكسون والحاجات دي كلها. ورابع حاجه نظام ابتكره زميل لنا الدكتور يسري عطا، ان هو تزرع على مسافات 140 سنتي بين الخط والخط، وبين البذره والبذره 10 سنتي، يبقى انت حافظت على نفس الكثافه النباتيه برضه 28,000 نبات. تمام. وفي الحاله دي بتوفر 50% من المي، يعني على مستوى مصر كنا بنزرع 2 مليون فدان ذره بنوفر 3 مليار متر مكعب مي. دي اول نقطه. يعني ثاني نقطه واهم من كده، ان احنا بنحصل على انتاجيه من 7-9 طن للفدان على الاقل. بيهاجمونا يا دكتور لما نقول الارقام دي، والله بيشوفوا ده دكاتره بيقول لك مستحيل، هم يقولوا، لكن احنا ارض الواقع بتقول غير كده. العود الواحد بيشيل كوزين على الاقل وساعات 3. شوف على مستوى العود الواحد بيجيب 250 جرام حب، نسبه الرطوبه فيه 12%. لما نحسبها يعني حتى بالظبط كده، بحسبها بقى لما يبقى 250 جرام في 30,000 يطلع قد ايه؟ 7.5 طن على طول. الذره ده نبات رباعي الكربون. يعني ايه رباعي الكربون؟ يعني طالما انت بتديله شمس التمثيل الضوئي شغال على طول، فانت لو بتزرع على 140 سنتي الشمس بتجيله الصبح وبعد الظهر، فبالشكل ده عمليه التمثيل الضوئي شغاله، حتى الساق نفسه بيعمل تمثيل ضوئي. شجر الجوافه في ارض الدكتور عبد الله منصور شاهد على نجاح المركبات الحيويه باكتساح في توفير احتياجات النبات الغذائية وحمايته من الأمراض، بخلاف زيادة الإنتاج والعائد الاقتصادي. المهم الالتزام الشديد جدا بممارسات الزراعة الحيوية المحددة لكل محصول. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في أول محطة في مصر لانتزاع أشواك التين الشوكي، والذي أسسه أسامة حسن خبير زراعة التين الشوكي، وذلك للتغلب على واحدة من أهم مشكلات تسويق فاكهة التين الشوكي وعدم تصديره إلى مختلف أسواق العالم. دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى قرية علي مبارك، وهي واحدة من قرى الخريجين الواقعة في الكيلو 107 بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي. هناك في واحد من الجدعان اسمه أسامة حسن قدر ينفذ أول خط في مصر لانتزاع أشواك التين الشوكي، وده يفتح أسواق لا أحد يتخيلها للتين الشوكي في مصر. خليكم معنا. مين فينا مش بيحب التين الشوكي؟ طعمه حلو ورخيص وفيتاميناته كتير. مشكلتنا الوحيدة معاه شوكو، لعنة لو دخل في الإيد بيبقى كارثة. من هنا صعب الواحد مننا يشتري قفص مثلا أو حتى 2 ولا 3 كيلو جرام ويروح بيهم، أخرنا نشتريه مقشر جاهز من البياعين في الشارع، وطبعا ده خطر عظيم على صحتنا. الوحيد اللي قدم الحل هو أسامة حسن اللي قدام حضراتكم، مؤسس أول محطة لانتزاع الشوك من التين الشوكي بنسبة 99%، وطبعاً مكانها في قرية علي مبارك على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، لأنها أشهر قرى الخريجين اللي بتنتج التين الشوكي. نبات صباري وسهل الزراعة وما بيحتاجش تكاليف كتير ولا مية، وبيجيب فلوس.
وبالمناسبة أسامة حسن مزارع وتملك 5 أفدنة وبيت ضمن مبادرة شباب الخريجين سنة 1996، ودايماً كان بيفكر إزاي يتغلب على أهم عقبة في تسويق التين الشوكي وهي الشوك، لغاية ما قرر هو مجموعة من المزارعين للتين الشوكي تصميم خط إنتاج لانتزاع الشوك من التين الشوكي وصمموها محلياً زي ما حضراتكم شايفين، واستمروا على مدى 5 سنين يجربوا خط الإنتاج، وزي ما توقعوا بقوا النهاردة مش ملحقين على طلبات توريد التين الشوكي في كل السلاسل التجارية. تعالوا نسمع الحكاية بتفاصيلها من أسامة حسن رئيس شركة تين كان شوكي وصاحب أول محطة لانتزاع الشوك من التين الشوكي. أنا جيت هنا القرية مع مشروع شباب الخريجين سنة 96، من ضمن الزراعات اللي احنا زرعناها من أول ما جينا زراعة التين الشوكي، ومن سنة 2006 شفت فيديو للدكتور عاطف عليوة كان بيتكلم عن مكنة بسيطة اخترعها لإزالة أشواك التين الشوكي، ولكن خدنا خطوات جدية من سنة 2016-2017 مع بداية التفكير في الموضوع، وأنه كان طبعا هيحتاج تكاليف عالية يمكن أنا كنت غير قادر عليها، فعرضت الفكرة على مجموعة من الشركة ونفذناها فعلا في خلال سنة 2021 اللي هو السنة الجاية السنة اللي فاتت. كان عندنا تشغيل تجريبي في موسم التين اللي فات، وكان في بعض الملاحظات اللي احنا شفناها وسجلناها صوت وصورة وعملنا على متلافي الملاحظات ديت، وفعلا بعد انتهاء الموسم وقبل الموسم بتاع السنة اللي فاتت وقبل بداية الموسم الحالي كنا تلافينا الملاحظات دي، وبسم الله ما شاء الله يعني المكنة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الخلفية ورايا انتاجها مميز جدا، سواء كم اللي هو بتوصل لـ2 طن في الساعة او نسبة ازالة الشوك اللي هي وصلت لـ99%، ودي اعلى نسبة وصلت لها مكنة بالتقنية دي في العالم. ليه بقول ان هي وصلت لـ99%؟ احنا كان هدفنا عند تصميم المكنة ان احنا نوصل لنسبة 100%، وده أثناء التجارب على الموديل الصغير أو النموذج الصغير اللي احنا نفذناه قبل إنتاج المكنة الكبيرة، وصلنا فعلا لنسبة 100%، ولكن لما جينا نشوف النتائج لقينا أيوة 100% إزالة أشواك، ولكن تلاحظ لينا أن النقط الصمراء أو السوداء اللي موجودة على الثمرة أزيلت بالكامل، وهي النقط دي يا جماعة هي اللي بيبقى عليها الأشواك، لما أزيلت بالكامل فعملت جروح على الثمرة، والجروح دي بتسرع في فساد الثمرة، وفي نفس الوقت لما اتشالت النقط السوداء من على الثمرة ديت ادت شكل غير جيد تسويقيا، فاحنا قلنا احنا هننزل بالهدف بتاعنا اللي هو الوصول لإزالة الأشواك بنسبة 100% في مقابل ان احنا نحافظ على وجود الشكل الجمالي للنقطة الثمرة اللي على الثمرة، وفي نفس الوقت ان ما تحصلش جروح شديدة على الثمرة تؤدي الى سرعة فسادها. بالنسبة للهايبر والاسواق الكبيرة الماركت الكبيرة، احنا رحنا لهم عادي خالص بدون اي معرفة سابقة وعرضنا عليهم المنتج بتاعنا، وكانوا مبهورين بيه جدا جدا، وعملنا تجربة قدامهم ازاي ان احنا بنمسك الثمرة بايدينا وازاي بنحطها كمان على وشنا، فهم عارفين المنتج ده موجود خارج مصر كمان، فشجعونا جدا بصراحة، وتم التنفيذ معهم والتوريد ليهم، وقدمونا كل المساعدات حتى بما فيها فترة السداد النقدي اللي بتمتد عندهم ربما لشهر وأكثر من شهر، لا احنا اتفقنا على سداد كمان أسبوعي والتوريد حتى ليهم في المواعيد اللي تتناسب مع جمع التين الشوكي من الأراضي، فكان أفضل مواعيد نورد فيها للهايبر وللماركتات الكبيرة ديت هو الفترة المسائية، ان هو يوصل لهم حوالي الساعة 12 بالليل او الساعة 1 او الساعة 2 بالليل علشان يروح للمستهلك النهائي طازج وفريش الصبح. بالمناسبة ماكينة نزع الشوك صناعة مصرية بنسبة 100% وبمكونات محلية، والعملية كلها بتنتهي في 30 دقيقة من خلال 3 مراحل، أولاً نزع الشوك بفرش، بعدها بتمر على ممر غسيل للسمار بضغط مية متوسط، وده بيوجه السمار لمرحلة الفرز اليدوي الأولية، بعد كده بيجففوا السمار، وهنا بتكون مرحلة الفرز الثانية اللي بعدها بتبدأ مرحلة التعبئة والتسويق،
والنقل بالسيارات المبردة لجميع الأسواق اللي طالبة التين اللي من غير شوك. تطوير المشروع إن شاء الله في خلال الفترة الجاية هيكون نمرة واحد اللي هو إضافة عدد من الماكينات المماثلة، والمكان هنا بيسع لغاية 5 ماكينات عشان نغطي أكبر قدر من السوق المحلي والسوق العالمي. نمرة 2 هيطلع فرزة ونواتج أخرى غير المنتج اللي هو التين كان شوكي، اللي هو هيطلع طازج للمسالك، واللي احنا قلنا عليه سمينا المنتج بتاعنا تين كان شوكي. هتطلع الفرزة والنواتج الأخرى دي هنعمل عليها صناعات أخرى، أولها الخل، 2 الأعلاف، 3 مركزات العصاير، 4 البذرة اللي هتطلع من مركزات العصاير هنعمل بيها زيت التين الشوكي، وهو الأغلى في العالم لأنه بيستخدم في مستحضرات التجميل، وسعر اللتر في العالم على فكرة بيوصل إلى 1200 يورو. العائد على الاستثمار عائد جيد بالنسبة للمشروع ككل، ربما بيكون أقل في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة إزالة التين الشوكي، ولكن وأنا بقول أقل فهي أضافت قيمة مضافة للتين الشوكي بحالته العادية اللي هي بالشوك تقترب من 100%، بل تزيد عن 100%، ولكن مع كل مرحلة من المراحل التالية اللي أنا ذكرتها هتزيد القيمة المضافة على الاستثمار في إزالة أشواك التين الشوكي وإقامة بعض الصناعات عليه زي ما قلت الخل والأعلاف والزيت. ولما نوصل لمرحلة الزيت هي دي القيمة المضافة الأعلى اقتصادي. اتحركنا من المحطة إلى مزارع التين الشوكي عشان نشوف الأشجار ونتعرف على باقي المساهمين في مشروع تين كان شوكي. دلوقتي تعالوا نقابل جمال أبو الفتوح، وهو أحد المساهمين في محطة إنتاج التين الشوكي بدون شوك، وهيحكي لنا إزاي جه منطقة النبارية وتعرف على أسامة حسن في مشروعه. وبالمناسبة هو تخرج في كلية التجارة جامعة بنها سنة 1987 وحاصل على الماجستير في المحاسبة سنة 2010. جيت لمشروع مبارك القومي واستلمت 5 فدادين في سنة 96. بدأنا بزراعة بعض المحاصيل الحقلية، ما كانش العائد بتاعها أحسن حاجة، فبدأت بعد كده اتجهت أنا لزراعة الموز. زرعت مساحة كبيرة في وقتها كان مجزي، ولكن مع الوقت بدأت الكيماويات والأسمدة تغلى، بالإضافة لاحتياجاته العالية جدا من العمالة والاحتياجات العالية جدا كمان من المية. فبدأت بعد كده اتجه لزراعة التين الشوكي، لقيت فيه بعض المزايا اللي مش موجودة في حاجات تانية، زي مثلا ان هو احتياجاته المائية قليلة جدا، وده بيتماشى جدا مع ندرة المية اللي موجودة على مستوى العالم. لقيت ان التين الشوكي بيحقق المعادلة الصعبة عن طريق ان هو بيديني انتاج عالي، فاكهة لذيذة جدا، احتياجاته المائية نادرة جدا، عدا طبعا موسم الحصاد يعني بيحتاج فيه العمالة يعني، ولكن كان تفكير دايما ازاي نعلي القيمة المضافة بتاعته عن طريق إزالة أشواك التين الشوكي. بدأنا نفكر إزاي نعمل مكنة تشيل أشواك التين الشوكي، فكان لازم نشوف رد الفعل على عينة عشوائية من المستهلكين، فأنا قلت أبدأ بعائلتنا. فبدأنا ننظف قفص من الأشواك بتاعته وخدناه بيوتنا، أنا عن نفسي خدته بيتي. فبدأ طبعا أولادي اتعاملوا معاه بترحاب شديد جدا وبقبول عالي جدا للعينة اللي احنا خدناها دي. كررت نفس القصة تاني وخدت لهم بقى قفص بشوكو على أساس أشوف الفرق هيحسوه ولا لأ، بقوا رافضين تماما. من هنا اقتنعنا الحمد لله بالفكرة وعرفنا ان ليها ردود افعال ايجابيه جدا. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا احنا يعني مع وجود الكورونا في مصر كان مهم قوي ان احنا نقلل التلامس، وده عن طريق سلامه الغذاء، فكان مهم جدا ان التين يطلع بصوره كويسه للاسر مباشره تتعامل معاه بصوره مباشره جدا، وكمان الكبسوله بتاعته بتبقى موجوده، فده بيقلل قوي من احتمالات تلفه، بيوصل في صوره محترمه في مبردات وموجود في بعض الهايبرات، وان شاء الله نحاول في الفترة اللي جاية ان هو ينزل كل الهايبرات والسوبر ماركت وسلاسل المحلات الكبيرة ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، يعني هو الاول كان تين التين بقى كان شوكي، يعني التين كان شوكي. مع التعامل الناس مع التين بعد ازالة الاشواك الحمد لله، يعني انا ولادي في البيت دلوقتي ما بيقولوا ليش عاوزين تين، لا عايزين بيقولوا احنا عاوزين تين شوكي ما بيشوكش. اللي قدام حضراتكم ده هو الحاج مصطفى السيد، شعلة نشاط في محطة انتزاع الشوك من التين الشوكي.
إيده مع العمالة في كل كبيرة وصغيرة، وبينبه عليهم عشان يضمن خروج الثمار خالية تماماً من أي كدمات عشان توصل للمستهلك النهائي بأعلى جودة. لما جينا هنا وجدنا الفكرة إن ممكن نعمل حاجة ممتازة ومحترمة تنزع الشوك وتوصل للمستهلك بدون شوك. كرم بتاع ربنا إن إحنا وصلنا للهدف اللي إحنا عايزينه، مش عشان تقصيد تحقيق اقتصادي، لا، عشان نوصل منتج للناس تبقى مبسوطة ومستريحة، ونتعاون كلنا مع بعض نبقى يد واحدة ونغطي البلد كلها ونغطي العالم كله كمان مش البلد يعني. والأرض بتاعت التين الشوكي ما بتاخدش مجهود كبير. الفدان مثلا لما بيجي يتزرع بيقعد مثلا سنتين ثلاثة بينتج إنتاجية من الأول حاجة ضعيفة، وبعدين ينمو بعد ذلك، وبعدين يكبر بعد 5 سنين بينتج الفدان إنتاجية عالية، وما باخدش سمات كتير يعني، باخد حاجات بسيطة. وإن شاء الله فكرة التصنيع دي هتحقق لنا حاجة كبيرة جدا ممكن نصدر للعالم كله. أسامة حسن ورفاقه حققوا قيمة مضافة لثمار التين الشوكي، وفتحوا لنفسهم أسواق مقفولة بسبب الشوك وصعوبة التعامل مع ثمار التين الشوكي، والنهاردة بيخططوا للانتشار وتصميم 5 خطوط إنتاج دفعة واحدة، والاستفادة من القشر في تصنيع الأعلاف، وقلب الثمرة نفسه يحولوه لمركزات وعصائر وينتجوا زيت بذرة التين الشوكي. عاش يا جدعان. تشاهدون في الجدعان ريل استيت. فريق الجدعان ريل استيت يكشف أسرار أكبر مشروع سياحي في قلب ميدان التحرير، والذي ينفذه تحالف كايرو هاوس العالمي، والذي يضم 8 شركات عقارية عالمية كبرى بتكلفة استثمارية تتجاوز 240 مليون دولار. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي ممثلي الشركات المنفذة لمشروع كايرو هاوس، حيث يكشفون ملامح خطة التشغيل بعد الانتهاء من أعمال التطوير. في فقرة الرحلة، فريق الجدعان ريل استيت يرصد مخطط إنشاء مدينة العالمين الجديدة في قلب الساحل الشمالي، والذي تنفذه الدولة على مساحة 48 ألف فدان لاستيعاب 3 ملايين نسمة، وتضم منطقة جامعات وأبحاث مركزية على مساحة 1000 فدان، وكورنيش سياحي مذهل على ساحل البحر المتوسط، ومارينا دولي لدعم سياحة اليخوت بجميع أنحاء العالم.